بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم الشباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الريسبيراتوري سيستم وتحديدا اللانكس. خلصنا في الفيديوهات السابقه الهايلم اوف ذا لانكس والروت اوف ذا لانكس، وده من المواضيع المهمه واللي بتيجي في الامتحانات. خش على موضوع تاني مهم. في الحقيقه انا حبيت ان انا استغل الدرس اللي احنا اخدناه اللي هو الهايلم في ان احنا نخش في موضوع جديد، الا وهو البلاد سبلاي اوف ذا لانكس. يعني هنتكلم عن الارتيريا سبلاي، هنتكلم عن الفينس درينج، هنتكلم على الليمفاتيك درينج اوف فالانجس، وفي جامعات بتعتبر برضو الموضوع ده مهم. يمكن احنا ختمنا في فيديوهاتنا السابقه بالحديث عن وجود على الرايت كان في شريان وحيد يسمى الرايت برونكيال ارتري، وعلى مستوى الليفت بيبقى في عندنا السوبيريور ليفت برونكيال ارتري والانفيريور ليفت برونكيال ارتري. وبعتذر اذا كانت الفيديوهات بتاعه الروت اوف ذا لانج كان صوت اللاب فيها عالي شويه، فانا هحاول ان اعلي صوتي بحيث ان صوت اللاب ما يبانش يعني. فاحنا عندنا دلوقتي الرايت برونكيال ارتري ده شريان واحد، وعلى مستوى الليفت فيه عندنا شريانين، والاثنين بمسؤولين عن الايه الارتيريا سبلاي. بالنسبه للشريانين بتوع الليفت السوبيريور ليفت برونكيال ارتري والانفيريور ليفت برونكيال ارتري، فاحنا عرفنا ان هما الاثنين بيطلعوا من الايه الاورطه ثوراسيك اورطا. بالنسبه بقى للشريان اللي هو ناحيه الرايت اللي هو رايت برونكيال ارتري، لو انت فاكر كنا احنا اخذنا زمان حاجه اسمها البوستيريور انتركوستال ارتريز، الشرايين اللي كانت بتبقى موجوده ما بين الضلوع ورا، البوستيريور انتركوستال ارتريز، واللي برضو كانت بتبقى طالعه من الاورطه يعني اسمها البوستيريور انتركوستال ارتريز. واخذنا ساعتها انه في بوستيريور انتركوستال بتبقى طالعه من الاورطه وبتبقى ماشيه يعني ناحيه الرايت كده، خد بالك، وفي ثانيه بتطلع من الاورطه، بيبقى بص الاورطه بيطلع كده بستيور انتركوستال ارتريز، بتبقى كده طبعا بتبقى ماشيه ورا الاسوفيجاس يعني ماشي وكده، كانت شرايين كده بنسميها البوستيور انتركوستال ارتريز. فاحنا وهنجيب لك صوره دلوقتي حلوه ليها يعني ما تقلقش خالص. المهم ان الاورطه بيبقى طالع منه، الاورطه بيبقى طالع منه هنا شريان اسمه البوستيور انتركوستال ارتري، طبعا رايت بوستيور انتركوستال ارتري، وفي عندنا بوستيور انتركوستال ارتريز كتير، فالرقم ثلاثه رايت ثيرد بوستيور انتركوستال ارتري، ده بيبقى ماشي كده وبيقوم منزل البرانش بتاعه اللي هو الرايت برونكيال ارتري. وعشان نجيب صوره حلوه للكلام ده هنروح اطلس تاني، بس كل اللي انا عايزك تبقى عارفه كده مبدئيا انه الاثنين اللي هم على الليفت السوبير والانفير دول جايين من الاورطه، انما اللي على الرايت ده جاي من الشرايين اللي هي بتبقى ماشيه ما بين الضلوع او ما بين السبيسز اللي هي البوستيور انتركوستال ارتريز. طبعا زي ما احنا شايفين ده الارش اوف ذا اورتا اهو، اورتيك ارش، وده الديسندنج اورتا، بينزل هنا برانشات اهي بنسميها البرونكيال برانشز، بس دي دايركتلي مباشره طالعه من الثراسيك اورتا، اثنين او واحد السوبيريور ليفت والثاني الانفيور ليفت، والاثنين بيغذوا او بيدوا بلاد سبلاي، طبعا بيبقوا نازلين مع مين؟ مع الليفت مين برونكس. ادي يا عم الحاج السنجل برونكس معاها اثنين شريان، الشريان اللي فوق ده والشريان تحت، هم مش باينين قوي في الرسمه دي بس يعني اهو سوبيريور ليفت والانفيور ليفت. طيب تعالى بقى اما نشوف الناحيه دي، الناحيه دي الاورطه مدي شريان هنا بوستيريور انتركوستال ارت، طبعا تحديدا الرايت ثيرد، احنا عندنا بوستيريور انتركوستال ارتس في كتير، خلاص كده الثيرد اللي على الرايت اللي هو ناحيه يمين والثالث، خلاص كده ده بينزل اهو برونكيال ارتري، بس البرونكيال ارتري ده فروم ذا بوستيريور انتركوستال، برونكيال ارتري فروم بوستيريور انتركوستال ارتري، مش من الاورطه مباشره انما من البوستيريور انتركوستال. طبعا بينزل مع ايه؟ بينزل مع الاثنين برونكال، خلاص كده بينزل مع الايه؟ مع الاثنين برونكال. زي ما احنا قلنا الايه الرايت مين برونكس بتنقسم على طول الى اثنين برونكاي، خلاص كده. طيب وزي ما قلنا احنا عندنا اثنين برونكاي، يبقى انا عندي سنجل وان برونكيال ارتري، انما الناحيه الثانيه انا عندي سنجل برونكس، عندي سنجل برونكس بس في المقابل بعوضها بديها اثنين برونكيال ارتريز. طبعا يا شباب الشرايين دي بتاخد بعضها وتبدا ان هي تخش في الايه؟ في اللانجس. زي ما احنا اخدنا الثلاث شرايين دول لو انت واخد بالك هتلاحظ ان هم بيخشوا جوه الايه الروت اوف ذا لانج، وبيخشوا جوه اللانجز وبيدوا الارتيريال سبلاي اوف ذا لانجز. بالنسبه بقى لمساله الفينس درينج فيها بتعتمد على الازيجو سيستم، هنجد هنا انه الرايت مين برونكاس بتصرف في الفين او الوريد اللي بيبقى موجود هنا عند الرايت المعروف باسم الازيجوس فين، وهنا زي ما احنا شايفين البرونكيال فينز اوبن انتو ذا ازيجوس فين، خلاص كده. بينما هنا على مستوى الليفت هنجد ان الليفت برونكيال فينز بتصب هنا في الاكسسوري هيمي ازيجوس فين، يبقى على مستوى الرايت الرايت برونكيال فينز بتصب في الازيجوس، وعلى مستوى الليفت بتصب في الاكسسوري هيمي ازيجوس فين. طبعا الفينز دي تعتبر بمثابه الفينس درينج اوف ذا لانج، طبعا دي غير البلمونري فينز اللي كانت بتجيب دم مؤكسج من اللانجز، ونكمل كلام الفيديوهات الجايه.